صيغة وأفضل بنود عشان النادي الأهلي. الأهلي هيبقى بعد المباراة في راحة 72 ساعة وإعفاء 4 لاعبين من مران المستبعدين اللي هم يعني كانوا اساسا متعورين او مش موجودين في الفتره اللي فاتت، اللي هو الشريف حسام عاشور وشريف اكرام مش موجود النهارده، وسعد سمير وعلي معلول راح من تدريبات مجموعه اللاعبين الغايبين عن مباراه الانتاج الحربي، كانوا النهارده مش موجودين اصلا، يعني هم الراجل مريحهم سواء كان حسام عاشور وشريف اكرام وسعد سمير وعلي معلول، دول راح من تدريبات المستبعدين اللي هم كانوا موجودين النهارده اللي هم خارج المعسكر. كريم، فضل يا كريم مره ثانيه. كل الشكر ليك كابتن سيد عبد الحفيظ، والشكر موصول ايضا لنجوم الاستوديو التحليلي كابتن ماهر همام، كابتن طارق العشري، وكابتني ايضا الكابتن اسامه حسني. وكالعاده ان شاء الله النهارده بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. احد جولات الدوري العام الجوله الخامسه، الاهلي والانتاج الحربي على استاد السلام في الساعه 9 مساء. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق كعادته في مباريات الدوري، مباريات البطوله الافريقيه. النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه بيحقق نتائج اكثر من رائعه رغم الغيابات والاجهاد الشديد اللي بيقابل فريق النادي الاهلي. قلنا قبل كده وذكرنا اكتر من مره الغيابات بتاثر بشكل كبير على اللاعبين، بنفقد عدد من اللاعبين، وبالفعل كل مباراه بيكون في لاعب او اثنين بنفقدهم سواء للاجهاد او للاصابه. لكن زي ما بنقول وجمهور النادي الاهلي كما يقول الاهلي بمن حضر النهارده، ان شاء الله كل المتواجد في قائمه النادي الاهلي يكون كالعاده على قدر المسؤوليه، نحقق النهارده نقاط المباراه، والاداء طبعا ان شاء الله يكون موفق مع مستر باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي اللي غير محظوظ شويه خلال المباريات الماضيه. العدد الكبير اللي بيفقده مستر باتريس بيأثر بشكل كبير جدا على التكتيك اللي بيكون في التدريبات بيحاول ان هو ينفذه، لكن زي ما بنقول النهارده باذن الله كل لاعب متواجد في القائمه ان شاء الله يبذل كل ما في وسعه ان شاء الله لتحقيق الهدف ورفعه وشان النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط في بطوله الدوري العام. لو بنتكلم على القائمه النهارده، يمكن قائمه النادي الاهلي اللي تم اختيارها عقب مران الامس على ملعب مختار التتش 20 لاعب في قائمه مباراه اليوم الاهلي والانتاج الحربي، الشناوي وعلي لطفي، كريم ندبد، محمد هاني، ايمن اشرف، وليد ازارو، ميدو جابر، احمد فتحي، هشام محمد، احمد علاء، ناصر ماهر، واكرم توفيق، واحمد حمودي، سليف كلوبالي، مروان محسن، مؤمن زكريا، محمد نجيب، اسلام محارب، ومحمد شريف، وصلاح محسن. 20 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي اليوم، لكن بيخرج من القائمه عدد كبير جدا للاصابه وللرؤيه الفنيه وعناصر مؤثره جدا. يمكن عارفين زي ما بنقول ان كل لاعب بيكون جاهز في التدريبات، لما بياخد فرصه بيأدي وبيظهر بالشكل الرائع، لكن الاسماء اللي هنقولها مؤثرين بشكل كبير جدا في النادي الاهلي وفي تشكيله النادي الاهلي. النهارده بيغيب سعد السمير وعمرو السوليه وعلي معلول ووليد سليمان وحسام عاشور وايضا كمان شريف اكرامي، عدد كبير من لاعبين يمكن بيحققوا نتائج متميزه، اداء اكثر من رائع. لو بذكر بالذكر وبحدد كمان عمرو السوليه اللي هيغيب لمده 4 اسابيع، العضله الضامه اللي اشتكى منها خلال المباراه الماضيه ليها تاثير كبير على عمرو السوليه نظرا للمجهود الكبير اللي بينزله عمرو خلال المباريات الماضيه. حسام عاشور والكدمه القويه اللي تعرض فيها في المباراه الاخيره في الظهر، يمكن الجهاز الفني فضل ان هو يريح حسام عاشور. سعد سمير بيشتكي بشكل كبير جدا من الاجهاد، علي معلول ايضا، شريف اكرامي تغيب خلال التدريبين الاخر على ملعب بمختار التتش، فبالتاكيد خارج حسابات الجهاز الفني، كان عنده بعض الظروف الاسريه بالتنسيق مع الجهاز الفني والكابتن محمد يوسف القائم باعمال مدير الكره. لكن زي ما بنقول يا كابتن سيد، الامور ان شاء الله تكون في مصلحه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله تكون نقاط المباراه من نصيب النادي الاهلي، بجانب كمان اللعيبه اللي خرجت بره القائمه او ابرز اللعيبه اللي خرجت خارج القائمه عدد كمان بينضم لهم، محمود الجزار وصابر الرحيل واحمد حمدي وباسم علي واحمد ياسر ريان واحمد الشيخ، عدد كبير جدا خارج القائمه وخارج الرؤيه الفنيه لمستر باتريس كارتيرون. لكن زي ما بنقول خلاص الامور كلها اغلقت بعد المران الاخير، وضع التكتيك ووضع التشكيل. ولو بذكر سريعا التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي اللي مستر باتريس كان مركز فيه على العرضيات، انهاء الهجمات، التمركز كمان لخط الدفاع، زي ما تابعنا في المباراه الماضيه كان في بعض التمركز الخاطئ لخط الدفاع، وايضا اهدار الفرص الكبيره جدا لمهاجمي النادي الاهلي. كان في تركيز في مران الامس على هذه المرحله وعلى هذه النقطه، وان شاء الله باذن الله تكون النهارده المباراه من نصيب النادي الاهلي. طاقم التحكيم ان شاء الله النهارده يكون موفق، حق فريق النادي الاهلي ياخده، وايضا كمان حق فريق الانتاج الحربي ياخده. الانتاج الحربي لديه مدير فني رائع ومميز جدا الكابتن مختار، كعاده المباريات بتكون تكتيكيه على اعلى مستوى، بيكون فيها جمل كبيره جدا داخل الملعب. بنتمنى النهارده مستر باتريس كارتيرون والكابتن مختار يقدموا لنا مباراه مميزه باذن الله في الملعب استاد السلام في الساعه 9، وكالعاده اكيد بنتمنى التوفيق لنادينا، نادينا العظيم النادي الاهلي. اكيد مستمرين معاك يا كابتن سيد، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان،
واجواء وكواليس مباراه الاهلي والانتاج الحربي على استاد السلام في الساعه 9 مساء.